موقف او القرار اللي اتخذ بتأجيل المباريات لبعد كأس الأمم الإفريقية لكن تحت 23 سنة، يمكن وكأن الأيام بتعيد نفسها من جديد. نفس الموقف ونفس الحدث كان موجود من حوالي كام شهر، من حوالي 3 4 شهور عن كذا قبل كأس الأمم الأفريقية، كانت كأس الأمم الأفريقية برضه بس كانت بالنسبة للمنتخبات او الفرق الكبيرة او الدرجة الأولى. المرة دي الموقف مشابه، النادي الأهلي وقتها كان خد قرار وكان ليه رؤية وكانت الرؤية للمصلحة العامة، وكان فيه هجوم عنيف جدا وقتها على النادي الأهلي في هذا الموضوع، وكل قال لك أصل النادي الأهلي عشان خرج من إفريقيا فعايز يخلص الدوري، والقصة ما كانتش كده، القصة كانت متعلقة بأن في مسابقات لازم تبدأ في توقيت مبكر، لازم نحضر، وفي استراتيجية للمرحلة الجاية، في مواعيد قيد إفريقي وبطولات إفريقية، فكانت الهدف للمصلحة العامة، بس وقتها الكل ما نظرش لنفس الرؤية بتاعت النادي الأهلي، ورؤية الأهلي كانت رؤية أوسع. وتكرر نفس الموضوع المره دي والنادي الاهلي على حق. بس لما بيجي لك بقى قرار تاريخي ينصف النادي الاهلي في موقفه، واحنا قلنا الكلام ده يا استاذ جمال قبل كده كذا مره، قلنا الناس مش هتحس ومش هتشعر بقيمه قرارات النادي الاهلي الا لما التاريخ هينصفها مع الوقت ومع الزمن. منذ قليل النهارده مركز التسويه والتحكيم اصدر حكم تاريخي. ايوه هو حكم تاريخي. مركز التسوية والتحكيم أنصف النادي الأهلي في قراراته عندما رفض تأجيل الدوري لما بعد الكأس الأمم الإفريقية، وقرر مركز التسوية والتحكيم تغريم اتحاد كرة القدم مبلغ 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفضها النادي بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدوري المصري لكرة القدم الموسم الماضي 2018-2019 قبل 30/6/2019 وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت. أنا الفكرة بالنسبة لي يا أستاذ جمال وأنا بقول الخبر مش في القيمة المالية أو في التعويض، لا الفكرة في منطوق الحكم. نقول للمشاهدين منطوق الحكم إن الخبر لسه خبر طازة، هو زي ما أنت قلت هو حكم تاريخي أو مبدأ قانوني، مبدأ يؤخذ قانوني عليه أو يقاس عليه مواقف حالية ومستقبلية. بالظبط، خلاص بقى انت عندك مبدا اللجنه المركز التسويه والتحكيم الرياضي ما اعتقدش ان هو هيجامل الاهلي، ده ناس قضاه ويعني مختصين في هذا المجال، وبالتالي هم بيبحثوا في الاوراق اللي قدامهم واتخذوا القرار او الحكم بناء على الاوراق اللي موجوده. تمام. طيب منطوق الحكم بيقول ايه؟ مهم بقى، ودايما وانتوا بتقروا اي قضايا او اي قرارات تحكيميه مهم جدا مش عنوان القرار، المنطوق نفسه، لان المنطوق هنا بيقول الاسباب اللي دعت لاتخاذ هذا القرار. النادي الاهلي فوجئ بعد ارسال جدول المسابقه المشار اليها المتضمن مواعيد 16 اسبوع من المسابقه بسيل من المكاتبات من الاتحاد المصري لكره القدم متضمنه تاجيلات لعدد كبير من المباريات، وكان ركزوا في المعاني، وكأن مواعيد البطولة العربية والإفريقية وارتباطات المنتخب قد هبطت فجأة على الاتحاد ودون سبب واضح لتلك التأجيلات، مما أضر النادي الأهلي ضررا بالغا، حيث اضطر إلى لعب بعض مباريات بفاصل 72 ساعة بين كل مباراة وأخرى، وهو ما أدى إلى إصابة عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي الذين هم نواة المنتخب الوطني والمنتخبات الوطنية بشكل عام نتيجة توالي المباريات، وهذه الإصابات حرمت النادي والمنتخب من مجهوداتهم فضلا عن تكبد النادي مصاريف علاج وتأهيل وسفر وخلافه. كما جاء في الحكم لم ينتهج الاتحاد في سبيل معالجته لتلك الأوضاع ذات النهج بين أندية المسابقة، حيث إنه في حين كان يلعب النادي مباراة كل 72 ساعة وكان المنافسون يلعبون مبارياتهم كل 96 ساعة وفي أحيان أخرى كل أسبوع وعشر أيام، وهو ما أخلى بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين أندية المسابقة. كلام مهم جدا يا جماعة، والتاريخ النهاردة التاريخ بيأكد على معاني وحاجات ثوابت النادي الأهلي قالها قبل كده. كما أدان الحكم اتحاد الكرة في الآتي: لما كان الثابت أن اتحاد الكرة قد حدد تاريخ انتهاء المسابقة بتاريخ 30/6، وأنه كان على علم مسبق وقبل تحديد هذا التاريخ بمواعيد البطولة العربية والإفريقية والأجندة الدولية للمنتخب الأولمبي والأول، وهو ما ينفي حالة الظرف الطارئ أو الاستثنائي عن الظروف التي دعت الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل بعض المباريات ومد أجل انتهاء مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم إلى ما بعد الميعاد المحدد له سلفا، والذي أخطر الاتحاد الأندية المشاركة في تلك المسابقة قبل بدئها، ومن ثم
كان يتعين على اتحاد كرة القدم مراعاة ما تقدم عند وضعه لجدول المسابقة بما يتيح للأندية وضع برامجها التدريبية الملائمة ويجعل من المنافسة بين الأندية تحكمها قواعد الشفافية والنزاهة. كما جاء ضمن أسباب قبول دعوى الأهلي أن الإعلان متأخرا عن إلغاء بطولة مواليد 97 حالة دون تحقيق الاستفادة الفنية منهم، سواء بتصعيد لاعبيه للفريق الأول أو بتسويقهم محليا أو خارجيا، وده بالتأكيد أثر وجاء بخسائر مالية على النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة. وكذلك توقف مسابقة الدوري لما يقرب من 40 يوم في الفترة من 3/6/2019 حتى 23/7/2019، مما اضطر معه النادي لوضع برنامج تأهيلي للاعبيه، ونظر لانتهاء معظم فرق الدوري من لعب مبارياتها بمسابقة الدوري، مما حال بين النادي الأهلي وتنظيم مباريات ودية قوية، مما اضطر النادي لتنظيم معسكر خارجي للفريق كلف خزينة النادي الكثير من المصروفات. حكم تاريخي في منطوقه. الحكم بيأكد على كل كلمة وكل معنى ذكره النادي الأهلي في هذه الفترة وفي هذه الحقبة الزمنية، وأن وقتها التاريخ هينصف النادي الأهلي. ومن حسن الحظ أو بمعنى أدق، لأن النادي الأهلي يراعي جيدا المصلحة العامة، يأتي هذا الحكم في هذا التوقيت. ما أشبه الليلة بالبارحة.